كيجي راهم شراو على 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 المولين المواد الغذائيه وما شافوش تاريخ الدرس دوازيتي تاع صلاحيه المواد قبلها وكي تشوف صلاحيه تاعها كلها فبلي لا دات دو بيروبسيون فاتت راه عندها خمس شهور ست شهور يروح عند هاد المساكين بعد نزيد تسممات حتى في الوقت التسممات ما كانش عندنا مدير تاع التجاره ما كنا هنايا كنا دابا طرحنا في راه ولا حد التجاره هو راه غايب على بالك الامر الخير اللي حملنا في المدينه زايد دابا بها وما كانش عندنا تسممات كنا خايفين في هذه التسممات فات الامور في احسن ما يرام اذا رمضان تقدر في دور تماس بها وهذا مؤشر يبين بلي الولايه تاعنا راه في طريق سليم ان شاء الله ان شاء الله انه تم بهذه الله تم لكن السادة المدراء سي فوبلي اون فوا بلي جو ريان على كونسوماسيون دي كريدي ما تخلوناش نوصل المحال مع اي مدير اني نعمم اليوم لا بروشين فوا نشخص ونروح مباشره اللي خدم كان ما خلاو فيه اللي ما خدمش قال ما خدمش ما تزيدش روحك راه الجزاء تاعك وشو لازم تحاسبك